ان اغلب التكهنات كانت ماشيه في سكه ان الطرف الثاني في لقاء النهائي دوري ابطال افريقيا هيكون ما بين النادي الاهلي وسان داونز، لكن الحقيقه الوداد المغربي كان ليه راي ثاني خالص. بس قبل ما ندخل بقى مع حضراتكم في التفاصيل، ما تيجي نبتدي بتجربتك بالاستاد وايه اللي حصل؟ بص يعني بجد طبعا لازم هنقول مبروك علينا كلنا، مبروك أكيد. على كل الاهلاويه، ومبروك للجماهير ومجلس الاداره والجهاز الفني والجهاز الاداري وغيره وغيره، من كل فرد كان ليه دور كبير جدا في انجاح هذه المنظومه والمستوى اللي احنا بنتكلم واصلين له لحد دلوقتي، التأهل كمان للمرة 16 لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز اللي هقول الرائع جدا أمام الترجي التونسي، وإن كان حتى بجول واحد يا كريم، وإن كان أنت قدمت مثلا مباراة نقدر نقول فنيا أفضل في أرض أو على أرض المنافس، لكن في الأول في الآخر أنت قدرت أن أنت تحصل على اللي أنت عايزه، قدرت أن أنت تتأهل، فده شيء في حد ذاته نجاح كبير جدا. وشفت طبعا تألق تحديدا حسين الشحات في المباراة، يعني لا حاجة كانت محترمة، اللعيبة كانت بتحاول تعمل اللي عليها، لكن في الاول وفي الاخر عارف كده في ماتشات برضو انت زي ما بتقول ايه، انا عايز نتيجه فيها، انا يعني انا كل اللي انا عايزه زي ما بتالي تكسب ولا تلعب، مش هقول ان المباراه دي كانت قوي تكسب ولا تلعب لان كان ممكن يبقى في خطوره الى حد ما نسبيه، لكن برضو احنا حققنا بالنتائج اللي احنا عايزين، هو ده الكلام المهم جدا. و على صعيد المدرجات بقى بص والجماهير، بقى خش بقى سيبك من الفنيات ايوه والكلام ده، كلنا شفناها في الماتش، الجماهير بقى كانت عامله والله يا كريم ازاي؟ بص اللي لفت نظري جدا الجماهير، انا رحت بدري شويه، رحت وصلت الساعه 8 أوكي. من 8 لغايه لما خلصت المباراه، الدرجه طبعا الثالثه هي اللي عماله تهتف بشكل رائع، وهم اللي كانوا بيصحصحونا بقى في الدرجه الثانيه والاولى وفي المقصوره، والتشجيع لا ينتهي وروح جميله موجوده، تنظيم عايز اقول لحضراتكم ما كانش فيه الحمد لله اي مشاكل، ما كانش فيه اي تعديات، ما كانش فيه اي حاجه وحشه، بالعكس الموضوع كان منظم بشكل كبير، وده لازم نقوله في حق الجماهير، لان احنا كنا دايما بنطالب يا كريم الجماهير يا جماعه خلونا على قد المسؤوليه، لازم نسهر بالمشهد الراقي اللي يليق بالنادي الاهلي ويليق بالجماهير المصريه، بصراحه الجماهير قدمت ده فعلا فعلا في كل مباراه بيبقى فيها نسبه من الجماهير موجوده بتثبت ان هي على استحقاق وعلى قدر المسؤوليه، فنتمنى المشهد ده يستمر معانا، واحنا اصلا واخدين على هذا المشهد من جماهير النادي الاهلي، دي مش حاجه جديده، بس نتمنى ان احنا نبقى السبب، يعني جماهير النادي الاهلي تبقى هي السبب في عوده الجماهير المصريه مره ثانيه للمدرجات بالاعداد اللي احنا كنا عارفينها اللي هي الاعداد الكامله باذن الله في الاستاد، فلا مشهد جميل حلو. وروح حلوه وصغير، كان في اطفال عندهم والله سنه، وكان في ناس كبيره فوق ال70 سنه، كل الاعمار كانت موجوده، يعني لا روح كانت جميله جدا كالعاده، يعني زي ما بتقال النادي الاهلي الحقيقه من ضمن الخصائص الكتيره الجميله اللي بيتميز بيها، وخاصيه وجود هذا النوع من الجمهور الوفي اللي عنده ولاء واللي المنطق دايما حاضر في رؤيته وفي نظرته للامور وفي تقييمه وحكمه على الاشياء، فتحيه كبيره جدا طبعا لجماهير النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا ليهم دور كبير جدا في اي انجاز بيتحقق من خلال الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي.